نشرة الأخبار مع بهاء الدين الأنصاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدتي وسادتي في نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. تنفيذ عملية أمنية في الحدود الفاصلة بين كركوك وصلاح الدين وديالة لملاحقة فلول داعش الإرهابي. البرلمان يصوت بالموافقة على إدراج صيغة قرار يلزم الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات. الصحة تدعو المصابين بأمراض مزمنة لعدم المشاركة في الأربعينية، وخطة الزيارة تدخل حيز التنفيذ. بدء الموجة الثانية من كورونا في كندا، والجائحة تجبر فرنسا على إعادة تشديد إجراءات الوقاية والإغلاق. أهلا بكم من جديد. بهدف تأمين الحدود الفاصلة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالة، انطلقت عملية أمنية من محورين لملاحقة فلول داعش الإرهابي. خلية الإعلام الأمني ذكرت أن المحور الأول تضمن تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسلة جبال حمرين، أما المحور الثاني فتضمن تفتيش المنطقة المحصورة بين جسر قور الشاي إلى جسر سرحة، مبينة أن العملية بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية. الحشد الشعبي أعلن عن تفجير 3 عبوات ناسفة وتدمير أوكار لعناصر داعش في كركوك. وأوضح الحشد في بيان أن مفارز مكافحة المتفجرات لواء 52 فجرت 3 عبوات ناسفة وهدمت 4 أوكار للدواعش جنوبي المحافظة. كما شرعت قوة من الحشد والقوات الأمنية بعملية دهم وتفتيش شرقي قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان لإعلام الحشد أن القوات باشرت صباح اليوم بعملية دهم وتفتيش من 3 محاور لتطهير شرق المدينة من البؤر الإرهابية. أكدت هيئة الحشد الشعبي أن جميع تشكيلاتها ليست معنية بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجرى في البلد. الهيئة أشارت إلى أنها غير مسؤولة عن جهات تستخدم اسم الحشد لأغراض التشويه والتسقيط واستهداف مصالح أجنبية أو مدنية ووطنية لا تنسجم مع ثوابت الدولة. وجدد التأكيد بأن الحشد قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بالأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة. أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي مواصلة البحث عن المختطف سجاد العراقي الوائلي، وخلال استضافته لبرنامج العاشرة قال إن هناك جهدا أمني يبذل من أجل تحرير المختطف، موضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية التي جاءت من بغداد تفتيشية. حسب المعلومات المتوفرة أمنيا بأن هناك جهود تبذل من أجل البحث عن هذا الشاب المختطف، وهو ناشط مدني معروف في المحافظة. والقوات الأمنية لم تدخر جهدا في البحث عن هذا الشاب، وكان يفترض الحقيقة أن يكون هذا البحث هو في إطار الإجراء الاستخباراتي والأمني، وليس بالطريقة التي تمت من خلال الاحتكاك مع العشائر دون جدوى. القوات التي قدمت إلى بغداد من بغداد إلى الناصرية كانت مهمتها هي مهمة تفتيشية ومهمة البحث عن شاب فقد كونه ناشط مدني، وليست هذه القوة قادمة لغرض فرض الأمن لكون الأمن مفقود في المحافظة. من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا الحيدر إن الخطف والقتل تعد جرائم كبرى لا يمكن السكوت عنها، ويتطلب من الدولة عدم التغافل عنها، مشيرا إلى أن ذهاب جهاز مكافحة الإرهاب إلى ذي قار كانت خطوة غير موفقة. ابتداء الخطف ولا القتل هو طبعا جريمة كبرى لا تغتفر ولا يمكن السكوت عنها، ويجب على الدولة أن تأخذ حق
أي مظلوم وأي مخطوف وأي مقتول غدرا، هذا منتهي من الموضوع، وهذا واجب الدولة وواجب القوات الأمنية بصورة عامة. فيما يخص المخطوف سجاد العراقي من الناصرية، أعتقد يعني التحضير لهذه العملية يعني برأيي كأمن كان غير موفق. من ناحية أولا الإعلان عن ذهاب قوة كبيرة من مكافحة الإرهاب، هذا المتحدث يعني الحكومي أو متحدث باسم رئيس الوزراء مدعومة بطائرات إلى الناصرية، هذا طبعا عنوان وذهاب كبير جدا يوحي أن هناك عملية ستجري هناك لهدف محدد وأحداثيات محددة، وستذهب هذه القوات وتصل إلى ذاك الهدف. إذن مشاهدينا الكرام، انضم الآن إلينا رودي أنور مراسلنا من كركوك للحديث أكثر عن العملية التي انطلقت. أهلا بك رودي، حدثنا عن أبرز نتائج العمليات الأمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي. بالتأكيد العملية بالبدء هي عملية أكثر يعني إنسانية أكثر ما تكون هي أمنية، باعتبار أنه العمليات اللي كانت الهدف منها هي تأمين هذه المناطق التي تشهد ما بين الحين والآخر يعني دخول وخروج بعض المفارز التابعة لعناصر داعش. بالتأكيد الذي حصل هو تأمين المنطقة بالكامل، إجراء عملية تفتيش على مستوى محافظة كركوك وأيضا صلاح الدين. كانت هناك القوات أو القطاعات الأمنية التقت ما بين قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين وأيضا قطاعات عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك. تم تأمين أكثر من 7 قرى، هذه المناطق التي تنعدم فيها حقيقة الخدمات، لا كهرباء حتى شبكات الاتصالات النقال لا توجد فيها، فبالتأكيد ستكون هناك صعوبة من التوصل إلى القوات الأمنية. لكن الذي حدث هو إعادة انتشار وصول هذه القوات. أسفرت يعني خلال عملية التطهير والتفتيش أسفرت عن اكتشاف أو عدد من الأوكار تم حرقها، تم تدميرها. أيضا إذا كانت هناك عدد من العبوات الناسفة تم رفعها ومعالجتها. أيضا هناك عبوات كبيرة من أسطوانات من مادة السيفور شديدة الانفجار تم العثور عليها ومعالجتها ومصادرتها. أيضا هناك عدد من الدراجات النارية التي كانت متروكة من قبل عناصر داعش. العملية حقيقة كانت مباغتة من قبل عمليات صلاح الدين وأيضا عمليات المقر المتقدم من باتجاه حمرين ووادي صغيتون، بالإضافة إلى أنه العمليات كانت أيضا باتجاه الآخر من عمليات ديالة وأيضا صلاح الدين باتجاه حاول عظيم. كانت العملية مباغتة بشكل كبير، حققت أهدافها. القوات تمكنت من إعادة الانتشار في هذه المناطق لتأمينها. الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو تأمين المؤسسات الحيوية النفطية منها وأيضا المناطق والقرى التي من المؤمل أن تعود إليها العوائل النازحة المتواجدة في مناطق العراق. أشكرك الشكر الجزيل، كنت معي من كركوك رودي أنور، شكرا جزيلا لك. بعيون غمرتها دموع الخوف على ولدها المختطف منذ أيام، وهي تتساءل عن الأسباب التي تدفع للقيام بهذا العمل ضد مواطن لا يريد سوى وطن يضمن له حقوقه المسلوبة منذ سنين. أم الناشط سجاد العراقي دعت باسم الإنسانية والدين والأخلاق لتحرير ابنها وإعادته إلى عائلته التي تعيش وضعا مأساويا. في منطقة المهادية البعيدة عن مركز المدينة وتحت سقف هذا المنزل القديم، تتمسك والدة سجاد العراقي بأمل الرحمة والإنسانية لإطلاق سراح ابنها المخطوف منذ 4 أيام. فالحزن هنا يخيم على المكان الذي كان يملأه سجاد العراقي بصيحات الحرية ووطن كريم. ناشد باسم الإنسانية، أناشيد الشيوخ العشائر، أنا أم وقلبي مفتور على ابني، ابني ما مسوي شيء، ابني طلع المظاهرات مكفولة بالدستور، والمرجعية قالت معركة الفساد أشرس من معركة داعش، وما مسوي شيء، أنا أشوفه ما مسوي شيء ابني، مجرد ما طلع مظاهرات بس هو رجال خرج وقاعد بدون تعيين، راد بطن حالة من حال الشباب الموجودة من المظاهرات. ليش ينخطف؟ شنو أسباب خطفه؟ أناشد شيوخ العشائر جميعا باسم الإنسانية وباسم الأمومة، وأنا قلب أم يا ناس، والله تفطر قلبي، عيوني عمد.
أهالي المنطقة وأقارب سجاد يتحدثون عن ذلك الثائر الذي نذر كل شيء من أجل وطن يستوعب الجميع باختلاف آرائهم ومعتقداتهم التي كفلها الدستور، فصوت الإنسانية يخرج من هنا لإطلاق صراح العراقي لينشد الحرية من جديد. هو ما مسوي شيء ولا مسوي جريمة، إذا مسوي شيء أكو عشائر يجون يقولون إحنا هذا الولد هيك سوانا، هذا هيك خطف من عندنا، هيك قتل من عندنا. سجاد كل شيء ما مسوي، هو خريج ومثقف ويفتهم وواعي وصاحب نخوة بس تنخاه. من مدينة الناصرية لؤي الرفاعي، العراقية الإخبارية. النشرة ما زالت مستمرة فيها أيضا. البرلمان يناقش قانون حرية التعبير عن الرأي وترجيحات بإعلان الاتفاق على حسم الدوائر الانتخابية. الصحة تدعو المصابين بأمراض مزمنة لعدم المشاركة في الأربعينية، وخطة الزيارة تدخل حيز التنفيذ. بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في كندا، والجائحة تجبر فرنسا على إعادة تشديد إجراءات الوقاية والإغلاق. أهلا بكم من جديد. صوت مجلس النواب في جلسة اليوم الموافقة على طلب لجنة الإعلام والاتصالات على إدراج صيغة قرار ينص على إلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات، كما صوت المجلس على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة. هذا وأجل مجلس النواب التصويت بالمجمل على مقترح قانون الضمان الصحي، فيما حدد رئيس المجلس موعد تسلم مقترحات الحكومة بشأن القانون في 29 من الشهر الحالي، وبخلافه سيتم التصويت عليه بالمجمل. ينضم معنا مباشرة من مجلس النواب مراسلنا مؤيد الفرتوسي. أهلا بك مؤيد، ما الجديد لديك بشأن جلسة اليوم وأبرز ما تضمنته هذه الجلسة؟ تفضل. نعم، مساء الخير. كما ذكرت في متن خبرك، قضية تأجيل قانون الضمان الصحي كان من المفروض أن يصوت عليه هذا اليوم، بقيت فقط 5 فقرات، لكن الخلاف على هذا القانون أجل إلى وأجل بالأحرى من قبل رئيس مجلس النواب إلى يوم 29 من الشهر الجاري، إذ لم يحصل اتفاق بين الكتل السياسية. إذا لم يحصل اتفاق ما بين الكتل السياسية سيصوت على القانون بالمجمل. أيضا قضية درج موضوع من قبل لجنة الإعلام والاتصالات بخصوص افتتاح أو إنشاء مشروع رخصة رابعة للهاتف الجوال، الهاتف النقال بالعراق، بعد أن حصلت بعض المشاكل ما بين الشركات الثلاثة المتعاقدة على تجهيز العراق بهذه الرخصة. هذه القضية أثارت الكثير من اللغط ما بين أعضاء مجلس النواب. أيضا هنالك قضية مهمة، هي قضية الدوائر الانتخابية. أجلت الجلسة، جلسة اليوم إلى 2 تقريبا، كان من المفترض أن تعقد عند 12:00، لكنها أجلت إلى ما بعد هذا الوقت. ألقت بظلالها الثقيلة هذه قضية الدوائر، كونها قضية مهمة. هنالك خلاف ما بين مجمل وغالبية الكتل، هنالك من يذهب إلى دائرة واحدة وهم الكرد ودولة القانون، أيضا هنالك كتلة النهج الوطني تطالب بدائرتين وكل محافظة، أيضا كتلة الفتح وتحديدا السيد العامري، كتلة بدر النيابية، تذهب على اعتماد 4 إلى 5 دوائر انتخابية في كل محافظة ما عدا بغداد 12 محافظة. والجدال لا زال ما بين الكتل السياسية حيث لم يتوصل إلى اتفاق، رغم أن هذا الموضوع لم يدرج. أيضا القانونية النيابية كانت قد عقدت اجتماع مع الكتل، لكن هذا الاجتماع فشل بعدم التوصل الى اتفاق ما بين الكتل السياسيه. معي لمعلومات اكثر، وايضا قضيه الموازنه واعادتها الى الحكومه من قبل مجلس النواب، ينضم معي النائب السيد احمد الصفار رئيس. السلام عليكم سياده النائب. السلام. نتكلم على مجموعه من القضايا، اهمها قضيه ارجاع الموازنه وما صاحبها من مشاكل. الحقيقه يعني مشروع الموازنه
تم إرساله من الحكومة يوم 21، ثم تم سحبه يوم 22، يعني المشروع بقى ليلة واحدة ويوم واحد في رئاسة مجلس النواب. وأعتقد أنه عملية سحب المشروع هو من أجل إجراء بعض التغييرات اللي هي كانت يعني محل معارضة لبعض الكتل السياسية، ما يتعلق بالحجم الكبير من الإنفاق العام واللي ترتب عليه ضخامة حجم العجز الموجود. يوصل إلى 20 تريليون تقريبا سيادتك؟ لا يعني بالرواتب، يعني الرواتب الثلاثة أشهر الأخيرة من هذه السنة، يعني إحنا نتكلم عن الموازنة المشروع ككل، يعني كان العجز تقريبا 81 تريليون، خفض إلى 76، وحتى هذا المبلغ كبير لأنه يخالف يعني قانون إدارة المالية اللي يعني يركز على عدم يعني المادة 6 الفقرة 4، انه لا يجوز ان يتجاوز العجز نسبة 3% من الجي دي بي الناتج المحلي الاجمالي. وايضا هناك يعني مشاكل في التخصيصات للمحافظات، يعني راح تتم بعض المناقلات ونحن بانتظار إعادة المشروع. طيب هذا في خصوص الموازنة، في خصوص قضية رخصة الهاتف النقال الرخصة الرابعة، الرخصة الوطنية، كما يعلم جنابك أنها ممكن أن تدر أموال كثيرة للشعب العراقي في هذا الضائقة المالية، يعني كيف تنظر إلى أبعاد هذا الموضوع؟ والله هو موضوع جيد، يعني هناك تحرك نيابي على هذا الموضوع، وأعتقد كان هناك قراءة لمشروع قرار الآن في الجلسة قبل خروجي من الجلسة، يعني شيء جيد أنه يفيد المواطن العراقي وأيضا قد يحقق إيراد للحكومة، والمهم أنه تكون نوعية الخدمة جيدة ويكون الكلفة أقل ما يمكن. طيب سيادتك بخصوص موضوع الدوائر وقانون معطل قانون الانتخابات على الفقرة 15 من هذا القانون، قانون الدوائر، أنتم الكرد مع من تذهبون؟ هل مع دائرة واحدة كما علمنا، أم مجموعة من الدوائر، أم الاتفاق مع بقية الكتل؟ يعني الحقيقة إلى حد الآن لا يوجد اتفاق عام وموحد على شكل الدوائر الانتخابية على مستوى الكتل وعلى مستوى يعني حتى داخل الكتلة الواحدة، يعني هناك من يذهب إلى الدائرة الواحدة، هناك من يفضل دوائر متعددة. أنا باعتقادي الشخصي سوف يتم الاحتكام إلى الحل الوسطي، ربما تكون هناك دوائر وسطية، ومن أجل يعني الإسراع بعملية التحضير للانتخابات المبكرة. شكرا لحضرتك حتى الآن سيادة النائب. نعم كما نعم سمعت من سيادة النائب، جملة من القضايا طرحت في جلسة اليوم وبعضها في داخل أروقة اللجان، لا زال هنالك عدم الاتفاق يسيطر على المشهد العام بخصوص موضوع الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات نعم المعطل. الكتل أوصلت بحسب أحد النواب أوصلت موافقة أو آراء شفهية أو مقترحات شفهية إلى اللجنة، لكن الوحيدة هي كتلة الحكمة كما علمنا من النائب حسن فدعة من الجنابة بأن كتلته هي الوحيدة من قدمت مقترحا مكتوبا، ولا زال الخلاف ما بين هذه الكتل، كل من يرى أن الدوائر نعم المتعددة دوائر وسطية أو دوائر كبيرة أو المزاوجة ما بين الاثنين، كيفية احتساب الدوائر ما بين كل محافظة وأخرى، بغداد لها حصة الأسد من 57 إلى 58 مقعد، كيف ستوزع ما بين الكرخ والرصافة، هل ستكون الرصافة ثلاثة دوائر والكرخ دائرتين أم أكبر من ذلك أم أقل، هنا لا زال الخلاف محتدم ما بين الكتل نعم السياسية. علمنا حتى من مجموعة من النواب أن كتلة جلسة السبت لربما لن تعقد بسبب الخلاف الدائر على هذا الموضوع رغم إدراجه على جدول جلسة يوم السبت. نعم أشكرك شكرا جزيلا مؤيد الفرتوسي مراسلنا من داخل مجلس النواب. ترجيحات بأن تخرج الكتل السياسية باتفاق سياسي مشترك خلال اليومين المقبلين بخصوص فقرة الدوائر المتعددة التي يتضمنها قانون الانتخابات. الاتفاق الذي أصبح شبه مقبول سياسيا ينص على تقسيم المحافظات إلى ثلاث دوائر انتخابية وبحسب النسب السكانية فيها. اللجنة القانونية في مجلس النواب تعلن اتفاقا سياسيا سيظهر للعلن خلال اليومين المقبلين بخصوص مسألة الدوائر المتعددة، وتتحدث عن مقترحات عديدة طرحت على طاولة النقاش بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مقترحات تقسم المحافظات وحسب النسبة السكانية
إلى 3 حقول. الحقل الأول يشمل المحافظات 3 الكبيرة وهي بغداد والموصل والبصرة، تقسم إلى 4 دوائر انتخابية، فيما يتحدث الحقل الثاني عن عدد مقاعد المحافظات التي تتراوح بين 10 إلى 15، فإنها تنقسم إلى 3 دوائر. أما الحقل الثالث فيتحدث عن عدد مقاعد المحافظات التي تتراوح بين 7 إلى 12، فإنها تنقسم إلى دائرتين، والاتفاق النيابي يذهب نحو اعتماد الدوائر المتوسطة. يوم السبت ستمضي جلسة مجلس النواب بالتصويت على دوائر متعددة. أكثر من مقترح هو في طاولة النقاش بين الكتل السياسية واللجنة القانونية. هذه المقترحة ستتبلور وتنتج عن التصور مقترح واحد يذهب يوم السبت باتفاق كل الكتل السياسية حتى لا تكون هناك خلافات أو مشاكل داخل الكتل السياسية. وفيما يخص مسألة الأقضية والوحدات الإدارية التي لم تحسم عائديتها وكذلك التداخل الإداري بين هذه الوحدات، مضافا إلى هذا مسألة التنوع المكوناتي وفقدان الأصوات من طرف إلى آخر، وعلى هذا الأساس فقد تحدث نواب عن ضرورة توخي الدقة في تحديد الدوائر الانتخابية. هناك أقضية متداخلة، هناك أقضية فيها تنوعات، يعني اليوم نحن في نينوى هناك تنوع، ليس من الصحيح أن تدمج قضاء بنوع معين مع قضاء آخر قد يذهب إلى أصوات نوع معين إلى نوع آخر يعني مكوناتي، فبالتالي يجب أن يكون هناك دقة في هذه المناطق في تحديد الدوائر الانتخابية. يوم السبت نعم سوف تكون الجلسة عاصفة، أو على الأقل سوف يكون بها نوع من النقاشات الكثيرة من قبل الكتل، لأن هذا القانون سوف يحدد مصير الانتخابات المقبلة ومن ثم التصويت على الدوائر الانتخابية في هذه الجلسة. مصادر سياسية تتحدث عن أن جلسة السبت البرلمانية ستكون عاصفة في ضوء الانقسامات النيابية حيال مسألة الدوائر المتعددة في كل محافظة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. هذا وأكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في كلمة متلفزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المهمة الأساسية للحكومة هي العمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة العام المقبل، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة يعد إيفاء للحراك الشعبي السعي لترسيخ الديمقراطية. من المهام الأساسية للحكومة أيضا العمل على إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم نزيهة وشفافة وفق قانون جديد وبتمثيل أعدل وأشمل، وذلك إيفاء للحراك الشعبي الوطني الساعي لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التطلع المشروع للعراقيين في حياة حرة وكريمة، ولكي تكون لهم في بلدهم السلطة والكلمة العليا. رئيس الجمهورية قال إن الفساد خطف من العراقيين التمتع بنعم بلادهم وتدميرها سنوات طويلة، مجددا دعوته إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. الفساد آفة تعانيها كثير من البلدان، ولقد خطف الفساد من العراقيين التمتع بنعم بلادهم بل ساهم في تدميرها لسنوات طويلة، ويشعر العراقيون إزاء أثرها في دولتهم بالكثير من المرارة والغضب. وانطلاقا من هذا فقد وجهت في العام الماضي ومن خلال الجمعية العمومية دعوة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب. واليوم أيضا أكرر هذه الدعوة، حيث لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله وإنهاء الفساد بوصفه الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب. النشرة ما زالت مستمرة فيها أيضا. الصحة تدعو المصابين بأمراض مزمنة لعدم المشاركة في الأربعينية، وخطة الزيارة تدخل حيز التنفيذ.
بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في كندا، والجائحة تجبر فرنسا على إعادة تشديد إجراءات الوقاية والإغلاق. أهلا بكم من جديد. ما زالت هذه النشرة تأتيكم عبر قناة العراقية الإخبارية. دعت وزارة الصحة المصابين بأمراض مزمنة واعتلالات مناعية إلى عدم المشاركة بالزيارة الأربعينية. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الدعوة تأتي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا. إلى ذلك أعلنت قيادة عملية بغداد عدم وجود حظر للتجوال على حركة الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في الزيارة الأربعينية. الآن من كربلاء المقدسة ينضم إلينا مباشرة مراسلنا حيدر الحاج. أهلا بك حيدر، كيف تجري الاستعدادات للزيارة الأربعينية في المدينة المقدسة؟ تفضل. نعم، هناك استعدادات كبيرة ربما غير واضحة العيان في الشوارع أو في المنطقة القديمة، باعتبار أن الفاصل بيننا وبين الزيارة ما يقارب الأسبوعين، وكذلك يعني عدد الزائرين الذين جاءوا إلى المدينة مشيا على الأقدام لم يصلوا لغاية هذه اللحظة لمدينة كربلاء، أمامهم وقت طويل ليصلوا تباعا إلى محافظة كربلاء. ولكن كشاهد عيان المنطقة القديمة فيما بين الحرمين وأيضا المراقد المقدسة وبعض المناطق المحيطة بمنطقة ما بين الحرمين في المدينة القديمة يشاهد ويلاحظ عليها تواجد أعداد كبيرة من الزائرين وصلوا إلى محافظة كربلاء، وكذلك فإن الحكومة المحلية وضعت خططا يعني تتناسب مع أعداد الزائرين ومع التوقعات، إذ أن هناك أكثر من تجربة أثناء فيروس كورونا للزيارات الكبيرة في محافظة كربلاء أصبحت كبروفا لإدارة هكذا حشود مليونية في ظل وجود فيروس كورونا. يعني كما حدث في تبديل الراية وأيضا العاشر من محرم الحرام، فهناك توقعات كبيرة بأن تصل هناك أعداد كبيرة من الزائرين، وأيضا هناك عين ترصد السائرين على الأقدام من المحافظات الجنوبية والوسطى باتجاه محافظة كربلاء. لذلك فإن هناك خطط واسعة وضعت على المستوى الأمني، فإن هناك تفتيش كبير ونصب أبراج بكاميرات حرارية لمراقبة الصحراء الغربية، وكذلك استعداد يعني قيادة عمليات كربلاء لتغطية محاور مدينة كربلاء على مستوى الصحراء الغربية جهة الأنبار، وكذلك المداخل الثلاثة لمدينة كربلاء من بغداد وبابل والنجف، إضافة إلى يعني هناك أوامر لطيران الجيش أن تكون هناك تغطيات استباقية وعمليات لتفتيش الصحراء وأي تحركات مشبوهة خارج المدينة. إضافة إلى ذلك فإن وزارة الدفاع أعلنت استعدادها من خلال يعني رئيس أركان الجيش الذي زار محافظة كربلاء قبل أسبوع من الآن وعقد مؤتمرا أمنيا موسعا في العتبة الحسينية، أكد من خلاله أن الإمكانيات وإمكانيات الوزارة كلها مفتوحة أمام الزيارة الأربعينية لإنجاحها. نعم. إذا كانت تحتاج قيادة عمليات كربلاء إلى قوات ضيفية أو إلى طيران الجيش، وأيضا ستساهم وزارة الدفاع حسب يار الله بخطة النقل إجلاء الزائرين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد انتهاء الزيارة. المحافظة أيضا البارحة نعم. حيدر، حدثنا أيضا عن الإجراءات الوقائية في المحافظة في ظل تفشي جائحة كورونا، وهل هنالك يعني زائرون أجانب سيتوافدون إلى هذه المحافظة؟ هذه الزيارة من الزيارات التي تمتاز بعدم وجود أي زائر أجنبي. نعم. أنا ليلة البارحة كنت في منطقة ما بين الحرمين وحول الضريحين المقدسين، كل الزائرين من العراق، أغلبهم من الجنوب من محافظات البصرة وميسان وذي قار، الذين وصلوا إلى محافظة كربلاء لأداء الزيارة والعودة قبل أن تشتد الزيارة. بعض الناس قسم 20 يوما التي تبدأ من 1 صفر لغاية 20 من صفر أربعينية الإمام الحسين، قسمها لأن يكون هناك تواجد وتوافد إلى الزيارة قبل أن تكتظ المدينة بالزائرين منعا لإصابتهم
إضافة إلى ذلك فإن العتبات المقدسة وضعت كل الإجراءات من بوابات إلكترونية تقيس حرارة الداخلين إلى الأضرحة المقدسة، وأيضا تفحص إذا كان هناك أي يعني إشارة على ارتفاع حرارة أو ممكن إصابة ممكنة للزائرين. إضافة إلى ذلك فإن المعقمات والمعفرات وتعفير الأضرحة المقدسة مستمر بشكل يومي، والسيطرات الخارجية أيضا وضعت فيها أجهزة لفحص الداخل إلى المدينة وفحص الحرارة وغيرها من الفحوصات. منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية ودائرة صحة كربلاء أكدت أنها ستوفر مسحات وأدوية وعلاجات خلال زيارة الأربعين، وأيضا ممثل الصحة العالمية أكد أنه ستتوفر في مدينة كربلاء علاجات وأيضا مسحات وأيضا دعم مفتوح لوزارة الصحة العراقية ودائرة صحة كربلاء من أجل أن تكون هذه الزيارة لا تبعث بالقلق بشكل كبير على الصحة في العراق وانتشار الفيروس، باعتبار أنها يتوقع أن تكون أيضا زيارة مليونية حسب المواكب التي نصبت لغاية هذه اللحظة 10,000 موكب. إذا أشكرك شكر جزيل مراسلنا حيدر الحاج، شكرا جزيلا لك، كنت معي مباشرة من محافظة كربلاء المقدسة. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الموجة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا قد بدأت في بعض المناطق من بلاده، ونشد ترودو المواطنين باتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيروس بما في ذلك ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتلقيح ضد الإنفلونزا هذا الخريف وتحميل التطبيق للإنذار بوجود أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس على مقربة من مستخدم التطبيق. في فرنسا أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق من البلاد، ويسبق هذا المستوى من التأهب حالة الطوارئ الصحية والغلق الكلي. وسجلت السلطات الصحية أكثر من 13,000 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية. آلية جديدة اعتمدتها أمانة بغداد لرفع التجاوزات عن المناطق التجارية والسكنية وسط مطالبات من أصحاب البسطات بإيجاد بدائل لهم تجنبهم الخسائر المالية التي قد يتعرضون لها جراء إزالة مصدر رزقهم. آلية جديدة لرفع مختلف التجاوزات ستنفذها الدوائر البلدية في العاصمة. هذه الآلية ستكون مغايرة بحسب أمانة بغداد التي أكدت في وقت سابق إيقاف جميع حملات رفع التجاوزات، إذ ستعمل الملاكات البلدية على تنظيم عمل أصحاب البسطات والباعة المتجولين ورفع ما يضر المارة خصوصا على أرصفة المناطق التجارية فضلا عن التجاوزات السكنية، فيما ستستثني هذه الحملة من تضررت أرزاقهم خلال جائحة كورونا. بالنسبة للواجبات دوائر أمانة بغداد في إزالة التجاوزات مثل ما أسلفت لحضرتك تبدي من درجة تعاون المواطن. المواطن يجب أن يتفهم ويعرف بأن التجاوز إزالة التجاوزات هي مهمة مشتركة ما بين كوادر دوائر الأمانة والمواطن العراقي والمواطن البغدادي. هذه الظواهر السلبية التي بدأت تؤثر تأثير سلبي كبير ومشوه كبير للناظر سواء على مستوى الشارع أو على مستوى التجاوزات أو العشوائيات من الأبنية. المطالب بإيجاد البدائل وعدم قطع أرزاق أصحاب القوت اليومي أبرز ما ينادي به من تقطعت بهم السبل ودفعتهم ظروف المعيشة إلى التجاوز، فهذه الظاهرة التي شوهت معالم الكثير من المدن والأحياء السكنية والتجارية لم تسجل أي حل أو معالجات ترضي جميع الأطراف. عالم عايش على البسطيات ووراها عوايد، يعني أشوف إنهم بديل ما يخالف، إحنا هاي ما نرضى عليها بسطيات ما نرضى عليها، بس أنت شوف له بديل. أنا شاف بس الحيط بيضة قاعد لنا بالشارع، شوف له محل، وثاني يوم من يشوفني قاعد بالشارع تحاسبني أنت تقول لي يابا أنت تعال فلان أنا وكلت لك مكان ليش ساد الشارع؟ هالعالم هاي متدمرة، شلون ما يقعد هنا يوسط ويبيع؟ شلون أعيش عائلته؟ منين يجي وارد؟ منين أعيشهم؟ هل عيشة الأحزاب؟ ما عيشة الأحزاب، يعني وين ما تطوشك مسدود أبوشك. سنوات والحلول البديلة لأزمة التجاوزات لم تطبق، حكومات تعاقبت ومسؤولون تغيروا، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة بعد أخرى سواء على الأرصفة
أو على أملاك الدولة، والمتضرر الوحيد هم سكنة هذه المناطق المتجاوز عليها وأصحاب القوت اليومي. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الأخبارية. على الرغم من الوعود الكثيرة، يبقى شارع الرشيد حبيس الإهمال والخراب، إذ يعاني من زخم التجاوزات وتراكم النفايات، فيما تتحرك جهات حكومية للاستعانة بشركات استشارية من أجل إعادة رونقه وتنظيمه. ضوضاء النهار قد تسرق انتباهك على مشهد الخراب في شارع الرشيد، إهمال بأرقام قياسية، تجاوزات غير رسمية خلقتها البطالة وغياب التخطيط والتنمية، ومثلها رسمية بصيغة كونكريتية. أين المعنيون؟ أين القوانين؟ أين وأين ومتى ولماذا؟ أسئلة ما زال المواطن ينتظر الإجابة عنها ليرى بغداد كما كانت. البسطيات لكون الظروف التعبانة، ظروف الدولة والبطالة أكثر من 70%، وين يروح؟ يعني هذا يريد له رزق. أنا مع اتفاق مع قائد عمليات السابق أوجدنا متر ونص تقريبا، لمينا العاطلين بالشارع، والشارع ما متضرر نهائيا. أهملت هاي الخطة؟ إيه أهملت، صار 4 أشهر 5 أشهر. فأطلب من أمالة الرصافة هيابة ومسؤولين قائد عمليات بغداد، هسه آلي ندزلنا وفد من عند المعاون ماله، يعني نعيد نشاط هاي الشغلة. هكذا هي الصورة بعد نهاية نهار العمل في شارع الرشيد، نفايات بالجملة تقابلها أعمال خدمية بالمفرد، وهناك من يتحدث عن مساومة أصحاب المحال والبسطات من أجل السماح لهم بكسب الرزق. خلال جولتنا اكتشفنا أن هناك اجتماعا طارئا لجهات حكومية وخاصة يهدف لإعادة تأهيل شارع الرشيد. سوف نقوم بمفاتحة بعض الشركات الاستشارية المختصة في إعادة وتأهيل هذا الشارع الحيوي المهم، ونأخذ على عاتقنا الإشراف المباشر في إعادة رونق هذا الشارع الحيوي المهم. الأمانة لا تستطيع أن تمارس القوة المفرطة مع المتجاوزين، احنا لدينا حملات توعية معهم. أكثر من 100 عام عمر شارع الرشيد، حضارة وتاريخ، خزينة أموال الدولة، أحد أهم مراكز التجارة، أحلى ذكريات البغداديين ومثقفيها وعامة ناسها، كل هذا يختلط بالإهمال المتجدد، فهل ستستطيع الحكومة وأمين بغداد الجديد من إنقاذ الرشيد؟ الجواب ليس بالبعيد، فالأيام المقبلة هي الفيصل. من شارع الرشيد في بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. تزداد الأمور تعقيدا في غزة في ظل مماطلة الجانب الإسرائيلي بإعلان التهدئة مقابل رفض الفصائل المسلحة استمرار الوضع على ما هو عليه في القطاع من حصار ومعاناة حقيقية. تحت رحمة الحصار الإسرائيلي الذي تفاقمت شدته مع بدء أزمة فيروس كورونا، يعيش سكان قطاع غزة، فيما بات الحديث عن تنفيذ تفاهمات التهدئة المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ضربا من الأوهام، فالاحتلال لم ينفذ منها شيئا حتى هذه اللحظة. لكن هذا الاحتلال اليوم الذي حقيقة هو يمارس حالة من الإجرام وحالة من العقاب الجماعي على أهلنا في قطاع غزة، لذلك الفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية، أبلغت عبر الوسطاء بأنها لن تقبل إلا بتخفيف المعاناة ورفع الحصار على أهلنا في قطاع غزة. هدف هذا الحصار هو مزيد من الابتزاز السياسي والضغط على شعبنا وقوى المقاومة لإخضاعها للإرادة الإسرائيلية. هذا له تأثير بالغ موضوع الحصار. الاحتلال الإسرائيلي يماطل بفك ورفع هذا الحصار. المراقبون للشأن الفلسطيني يتوقعون تعاظم الأزمة الإنسانية في القطاع، ما يدفعه إلى انفجار حقيقي، فيما يرى آخرون أن المعطيات الراهنة قد تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى أن تكون أكثر مرونة
في التعاطي مع القطاع. الاحتلال الإسرائيلي في جانبه غير معني حتى هذه اللحظة بالذهاب إلى فتح جبهة مع قطاع غزة، وغير معني بأن تتدهور الأوضاع كثيرا في قطاع غزة، وخاصة في ظل جائحة كورونا، لئلا ينفرط عقد الاستقرار الأمني على الحدود مع القطاع، وبالتالي هو يتحمل كامل المسؤولية. العودة إلى الأدوات الخشنة لإجبار الاحتلال على تنفيذ التفاهمات قد يكون قراراً صعباً حالياً، خاصة أن المزاوجة بين إدارة حالة الاشتباك وجائحة فيروس كورونا قد يزيد الأمور تعقيداً. بكل تأكيد يحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال أزمة كورونا قدر المستطاع والمماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة، لكن يبقى السؤال إلى متى سيستمر سكان القطاع قادرين على التحمل. سعد عكيلة، العراقية الإخبارية، غزة، فلسطين. إذن سيدتي وسادتي، هذا كل ما لدي.